السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. اليوم المحاضرة السادسة في علم الإجرام والعقاب. طبعا تحدثنا في المحاضرات السابقة عن تعريف الجريمة بشكل عام، بالمفهوم الجريمة بالمفهوم القانوني بالمفهوم الوضعي. اليوم سنتحدث عن الجريمة في القانون السوري، وهي الأهم من بين المحاضرات، لأن هذه المحاضرة تكون لنا ركيزة في الحياة العملية عندما تتخرجون وتتجهون إلى العمل في المجال القضائي، سواء الشرطة أم القضاء أم المحاماة. تكون هذه المادة زخر لديكم تستندون إليها في حياتكم العملية. طبعا الجريمة في القانون السوري ممكن بداية أن نعرف المجرم. المجرم هو كل شخص يرتكب جريمة بمفهومها القانوني، ومن الناحية القانونية دائما لا تطلق هذه الصفة إلا على الشخص المجرم. أما الجريمة في القانون السوري، القانون السوري كغيره من القوانين في دول العالم لم يورد القانون العقوبات السوري الصادر للمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 23 حزيران 1949 وتعديلاته، أسوة بالغالبية الساحقة من قوانين العقوبات العربية أو الأجنبية، لم يرد فيه أي تعريف خاص ب الجريمة. وكل ما فعله هو وغيره من القوانين أن ذكر عناصر الجرم الثلاثة سنوردها تباعا. إذ نص قانون العقوبات الإسباني لعام 1870 في مادته الأولى على ما يلي: الجرائم هي الأفعال أو الامتناعات الإرادية التي يعاقب عليها القانون. مادة أولى: الجرائم هي الأفعال أو الامتناعات الإرادية التي يعاقب عليها القانون. اثنين، مادة اثنين: نص قانون العقوبات البرتغالي لعام 1886، هنا نستعرض عدد من القوانين التي عرفت الجريمة. ذكرنا بداية القانون الإسباني، ونذكر قانون العقوبات البرتغالي في مادته الثانية على أن الجريمة هي الفعل الإرادي الذي يعاقب عليها القانون. إذن هي الفعل الإرادي
الذي يعاقب عليه القانون. هذه التعريف تبقى غامضة وقاصرة ولا تتناول كل أنواع الجرائم، ولعل أقربها للوضوح هو قانون السويسري عام 1891 الذي يقول أن الجريمة هي انتهاك حرمة الواجب التي يفرضها القانون لمصلحة النظام الاجتماعي. إذن الجريمة في المفهوم السويسري هي انتهاك حرمة الواجب التي يفرضها القانون لمصلحة النظام الاجتماعي. أما الجريمة أو تعريف الجريمة كما عرفها فقهاء المسلمين بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير. إذن الجريمة بالمفهوم الإسلامي بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير. أما بالنسبة إلى الفلاسفة والفقهاء القانونيين فقد تصلب كل منهم برأيه وحسب ما يراه مناسبا لتعريف الجريمة. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، يرى جان جاك روسو بأن الجريمة هي كل فعل من شأنه فصم عري العقد الاجتماعي الذي قبل به الإنسان بصورة ضمنية حسب زعمه. إذن جان جاك روسو يقول الجريمة هي كل فعل من شأنه فصم عرى أو عرى العقد الاجتماعي الذي قبل به الإنسان بصورة ضمنية حسب زعمه. أما الفيلسوف كانت فيقول كل فعل مخالف للأخلاق والعدالة متأثرا بنظريته حول العدالة. وهنالك تعريفات كثيرة وردت سواء بالقانون الإيطالي وبالقانون الياباني وبمجموعة كبيرة من القوانين، وكلها تدور في فلك واحد وتتشابه بالمعنى المراد. وباعتقادي أن الجريمة هي انتهاك حرمات قانون من قوانين الدولة بفعل خارجي صادر عن رجل لا يبرر قيام بواجب ولا ممارسة لحق على أن يكون منصوصا على مقاعقبته بالقانون. وبقناعتي الشخصية أن هذا التعريف أو التعريفات بشكل عام تبقى قاصرة لعدم شمول كافة الأفعال الجرمية، مثل ترك الفعل أي عدم القيام بفعل يتوجب عليه فعله قانونا. إذن قيام بفعل يتوجب أو الامتناع عن فعل يتوجب. يعني في الحالتين إذا كان الشخص مكلف بالقيام بعمل، وإذا كان الشخص منهى عن القيام في العمل، فهاتين الفعلين أو هذان الفعلان
يشكلان الجريمة. إذن عناصر، نبحث الآن بعناصر الجريمة. لكي يكون فعل ما هو فعل جرمي معاقب عليه القانون، حتى يعتبر الفعل جرم يعاقب عليه القانون، لابد من توفر ثلاثة عناصر. العنصر الأول وهو العنصر المادي، وهو الفعل أو الترك، أي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. القيام بعمل حرمه القانون، أو الامتناع عن عمل أيده القانون أو طلبه القانون أو أوجبه القانون. إذن العنصر المادي وهو العنصر الأول، وهو الفعل أو الترك. أما العنصر الثاني فهي النتيجة الجرمية. النتيجة الجرمية هي حدوث النتيجة المرتبطة بالفعل والمراد إحداثها. إذن النتيجة الجرمية هو وقوع الجريمة، وقوع الفعل. أما العنصر الثالث وهو الرابطة السببية، وهي قيام العلاقة بين الفعل والنتيجة. وهنالك عنصر الرابع يجب توافره للمساءلة القانونية، وهو النية الجرمية، أي أن نية الفاعل وإرادته قد انصرفت إلى تحقيق النتيجة التي نتجت عن القيام بالفعل أو الامتناع عن الفعل. إذن هنالك عنصر رابع يجب توفره. بداية قلنا العنصر المادي وهو القيام بعمل أو الامتناع عن العنصر المادي، القيام بفعل أو الامتناع عن فعل. الثاني النتيجة الجرمية، وهو حدوث النتيجة المرتبطة بالفعل والمراد إحداثها. ثالثا الرابطة السببية، وهي قيام العلاقة بين الفعل والنتيجة. وهنالك عنصر الرابع وهو توفر النية الجرمية، أي انصرفت أو انصرف نية الفاعل وإرادته إلى حدوث النتيجة استنادا لفعله. إذن بدأنا بتعريف الجريمة، وانتقلنا بعدها إلى عناصر الجريمة، والآن نبحث في أنواع الجريمة. كما ذكرنا سابقا أن قانون العقوبات لم يورد أي تعريف للجريمة. إذن قانون العقوبات لم يورد أي تعريف للجريمة، ولكنه قسمها إلى ثلاثة أنواع تتوزع حسب نوع العقوبة وشدتها. وهذه الأنواع: الجريمة الجنائية، والجنحية، والمخالفة. إذن بالرجوع إلى قانون العقوبات، لم يورد في قانون العقوبات أي تعريف للجريمة، إلا أنه عوضا عن ذلك قسم الجريمة إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة أنواع. الجريمة الأولى الجنائية، ومن ثم الجنحة، وتأتي في المرتبة الثالثة وهي المخالفة، والتقسيم جاء حسب شدة العقوبة
ابتداء من الجناية للجنحة وانتهى بالمخالفة. فمثلا قانون العقوبات في مادته 178 يقول أو نص وهي تكون الجريمة جنائية أو جنحية أو مخالفة حسب ما يعاقب عليها أو يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تقديرية. اثنين، يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا، المادة 179 تنص لا يتغير الوصف الجرمي أو الوصف القانوني إذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف منها عند الأخذ بالأسباب المخففة. بمعنى إذا ارتكب شخص جريمة قتل مثلا وهي جريمة جنائية الوصف، ولكن القاضي ولأسباب مخففة يرتئيها حكمه، حكمه بالحبس سنتين مثلا وهي عقوبة جنحوية الوصل، فإن الجريمة تبقى جناية ولا تتحول إلى جنحة تبعا للعقوبة المحكوم بها، رغم أن العقوبة التي حكم بها تدخل ضمن العقوبات الجنحوية. المادة 180 وتتناول اجتماع الجرائم المعنوي، فقد نصت إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها بالحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد. بمعنى إن الفاعل ارتكب عدة جرائم مترابطة في آن واحد تتضمن مخالفة وجنحة وجناية، فعلى القاضي أن يورد في حكمه جميع تلك الجرائم ويذكر أوصافها جميعا، وأن يحكم بالعقوبة الأشد وهي العقوبة الجنائية. إذا ارتكب الفاعل ثلاثة أنواع من الجرائم منها المخالفة والجنحة والجناية، فعلى القاضي أن يورد في فقرات الحكمية جميع تلك الجرائم ويذكر أوصافها وأن يحكم بالعقوبة الأشد وهي العقوبة الجنائية. على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص. على سبيل المثال جرائم التهريب منصوص عليها بقانون العقوبات وهو نص عام، فإذا كان الفعل تهريب الذهب أو المعادن الثمينة فيعاقب عليه بموجب قانون التهريب الخاص وهو نص خاص، وهو الأحق والأجدر بالتطبيق وليس النص العام. إذا انطبق على الفعل الجرمي المرتكب نصين، نص ورد في قانون العقوبات العام ونص ورد في قانون خاص، فعلى القاضي أن يأخذ بالنص الخاص كجرائم التهريب رغم أنها منصوص عنها بقانون العقوبات وهو نص عام، أما إذا شمل التهريب
الذهب أو المعادن الثمينة فيعاقب عليه بموجب قانون التهريب، وهو قانون وهو نص خاص مع وهو الأحق والأجدر بالتطبيق. المادة 181: لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة، غير أنه، وهو استثناء، غير أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلا لوصف أشد، لوحق بهذا الوصف وأنفذت العقوبة الأشد دون سواها. فإذا كانت العقوبة الأولى أن أنقذت قد أنفذت، أسقطت من العقوبة الجديدة، بمعنى حاج السير إذا أدى إلى كسر يد أو رجل شخص وتمت محاكمة الفاعل على هذا الأساس، ثم تفاقمت إصابة المجني عليه وأدى إلى إصابته بعطل شامل أو نسبي أو كامل لوظيفة العضو المصاب أو بقية أعضاء الجسم، حق للمجني عليه ملاحقة الفعل مجددا. إذن هنالك نص وقاعدة عامة تقول لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة. فمثلا إذا ارتكب الشخص حادث وحكم ونفذ الحكم، فلا يحق للمتضرر إقامة دعوة جديدة على هذا الشخص. أما إذا تفاقمت إصابة هذا الشخص، فبدل أن يكون كسر في اليد أو الرجل أدى إلى تعطيل شامل، حق للمجنى عليه ملاحقة الفاعل مجددا. انتهينا في أنواع، في بحث أنواع الجرائم، والآن نتحدث عن الأحكام الجنائية وعن نبحث في الباب الأول عن العقوبات بصورة عامة. المادة 37 تقول إن العقوبات الجنائية العادية بصورة عامة هي 4: الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت. إذن المادة 37 من قانون العقوبات الجنائية حددت العقوبات الجنائية بخمس عقوبات: أولا الإعدام، ثانيا الأشغال الشاقة المؤبدة، ثالثا الاعتقال المؤبد، رابعا الأشغال الشاقة المؤقتة، خامسا الاعتقال المؤقت. كما حددت المادة 39 العقوبات الجنحية العادية، وهي 3 عقوبات: الحبس مع تشغيل أو الشغل، والحبس البسيط، والغرامة. إذن في العقوبات الجنائية عندنا 5 عقوبات، وفي العقوبات الجنحية عندنا 3 عقوبات، وفي المخالفات عندنا الحبس التقديري والغرامة. وهنالك عقوبات فرعية أو إضافية تلحق بالعقوبة الأصلية، وهي التجريد المدني، الحبس الملازم للتجريد المدني المقضى به كعقوبة أصلية، الغرامة الجنائية، المنع من الحقوق المدنية، والنشر، نشر الحكم
وألصاق الحكم والمصادرة العينية والعقوبات الجنائية. إذن العقوبات بالترتيب: عقوبات جنائية هي 5 عقوبات، وعقوبات جناحية وهي 3 عقوبات، والمخالفات وهنا وهي الغرامة أو الحبس التقديري. إلى جانب هذه العقوبات لدينا عقوبات فرعية تلحق بالعقوبات الأصلية، وهي 7. ذكرنا الحبس الملازم للتجريد المدني المقضى به والغرامة الجنائية والمنع من الحقوق المدنية ونشر الحكم وألصاق الحكم والمصادرة العينية والعقوبات الجنائية. ننتقل إلى المادة 43، والتي نصت فيما يتعلق بتنفيذ حكم الإعدام: لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة في مصر. هذا بالنسبة للقانون المصري، لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة في مصر وموافقة المفتي. يشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة، والذي يصدر دائما عن رئيس الدولة. 3. يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية أو الدينية. 4. ينفذ حكم الإعدام بالحامل حتى تضع حملها. ننتقل إلى المادة 45، والتي نصت على أنه يجبر المحكوم عليه بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم سواء داخل السجون أو خارجه. إذن المحكوم عليه بالأشغال الشاقة يجبر على القيام بأعمال مجهدة تتناسب وجنسهم سواء أكان ذكرا أو أنثى، وعمره سواء كان بالغا أم قاصر، وسواء أكان داخل السجن أم خارجه. أما المادة 48 تنص بالفقرة الأولى: الإقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره القاضي من قائمة موضوعة بمرسوم، ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون المقام في مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة أو في المكان الذي اقترف فيه الجريمة أو محل سكن المجني عليه أو أنسابه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة. والغاية من إبعاد المحكوم عليه عن هذه الأماكن هي الحفاظ على حياته حتى لا يتعرض للقتل فيما إذا التقى بوالد الضحية أو عم الضحية أو أحد أقرباء الضحية. 2. إذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان، أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة. إذن المحكوم عليه
بعقوبة الإقامة الجبرية عليه أن يلتزم بالإقامة في المكان الذي حدده القانون، وإذا خالف ذلك أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن المتبقي. وهنا يجب أن نذكر أمر ورد في القانون السوري، أنه في المادة 18 أفاد أنه لا يجوز أو لا يجيز الدستور السوري في مادته 18 عقوبة إبعاد السوري من أرض وطنه. لذلك ألغيت المادة 47 من قانون العقوبات وعدلت بقية المواد. التجريد المدني يوجب حكما. التجريد المدني قد هو العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة. العزل والإقصاء من جميع الوظائف والخدمات، الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز، الحرمان من حقه في أن يكون ناخبا أو منتخبا، عدم الأهلية، الحرمان من تولي مدرسة أو مهمة في التعليم العام والخاص، الحرمان من حق حمل الأوسمة. وفضلا عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من 3 أشهر إلى 3 سنوات إذا كان المحكوم أجنبيا تحتم الحكم عليه بالحبس. إلى هنا ننتهي محاضرتنا لهذا اليوم، ونتوقف عند فقرة العقوبة الجنائية، نكملها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.